السلام عليكم، اسمي خلقي رشيد، أسكن جنيف بسويسرا، أصلي من المغرب. لقيت عنوان بتاع دكتور الأسنان، جيت هنا علشان عندهم خبرة كتير، ويعني الفرق بين هنا وسويسرا الفرق في الثمن، لكن الشغل نفس الحاجة، أظن أحسن بكتير، علشان في معاملة، في ترحيب، في الكل كويس يعني. ومن ناحية بتاع الشغل، إذا بدكم تشتغلوا تخدموا سنانكم لازم تجيوا على سويسرا، على إسطنبول عند الدكتور تانفير. مرحبا بكم، الكل غيكون فرحان. بالنسبة لي أنا فرحان كتير كتير كتير، علشان كتير ناس يقولوا لي ليش تروح هناك، ألوغ من ناحيتي أنا فرحان كتير على شغلهم، وفي يعني كومبيتونس، سون فريمون كومبيتون، يعني عندهم خبرة كتير. وأشكر جميع الأشخاص اللي اشتغلوا علشان سناني، ولا أنا فرحان كتير كتير، وبنصحكم تجوا هنا عند الدكتور تنفير.